لا تحكم على نفسك من ماضيك، ولا تحمل نفسك مسؤولية ما وقع لك وما آلت إليه الأمور. في كل مرحلة من حياتك كان عليك الاختيار بين عدة اختيارات، وأنت كنت تختار بناء على ما يتوافر لديك وقتها من خبرة ووعي. خبرتك ووعيك الآن يخبرانك أن كثيرا من خياراتك كانت خاطئة، لكن عليك أن تدرك أنك وقتها لم تكن تمتلك ما تمتلكه الآن، وليس عليك أن تتمنى عودة الماضي لتعيد الاختيار. اختياراتك الماضية حتى لو كانت كارثية فهي صنعت ما أنت عليه اليوم. لم يكن الأمر عبثا ولا هدرا، لقد كان ضروريا لتنضج وتصبح أنت.